صباح الخير يا جماعة. حاجة غريبة حصلت النهاردة أوي في الهرم. في واحد فوق طالع أهو بيحاول يشيل الحديدة اللي فوق، بيخلع الحديدة اللي فوق الهرم، تمام، بيحاول يشيلها وعمال يحدف طوب على الناس تحت. أهو بصوا شايفين يا جماعة، حد فوق أهو فوق في الهرم، مش عارفين بيعمل إيه، مش عارفين الشرطة فين. فضوا المنطقة اللي قصاد الهرم عشان طبعا كان بيحدف طوب على الناس، فمش عارفين هينفع نطلع حد فوق نشوفه، عشان ده واضح ان هو يعني مريض. الحديد اللي فوق اهو انا شايفين خياله فوق اهو، لو تحاولوا تركزوا معايا اهو 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 معايا، ده في حته فوق الهرم من فوق اهو، مش عارف هو بيعمل ايه بصراحه، يعني هو عايز ايه، مش عارف حد هيطلع له ولا ربنا يستر يا رب. ها يا جماعه بصوا، هو فوق شال العمدان اللي فوق الهرم، الحديده المثلث اللي فوق الهرم شاله، ما اعرفش حدش عارف يطلع له، ما خايفين هو كل ما حد يجي يجرب يقرب منه بيحدف عليه دبش من فوق، فمش عارف هينزله ازاي.